الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. تقنية جديدة تمكننا من قراءة الكتب دون الحاجة إلى فتحها. كثيراً ما نسمع من الآخرين مقولة لا تحكم على الكتاب من غلافه، دعوة منهم لمعرفة حقيقة محتواه قبل رفضه من مجرد النظر إلى عنوانه أو غلافه الخارجي. لكن التكنولوجيا الحديثة ستمكننا من الحكم على الكتب من غلافها ودون الحاجة لفتحها. تعرفوا معنا على هذه التقنية في المقال التالي. أصبح بإمكان العلماء قراءة الكتب وهي مغلقة، وذلك من خلال استعمال تقنية مشابهة لتقنية أشعة إكس، تمكنهم من التعرف على الحروف المكتوبة على عدة أوراق متتالية فوق بعضها. يعد هذا الاختراع أمراً ملهماً لتطوير العديد من الأجهزة التي يمكن ابتكارها مستقبلاً. على سبيل المثال، يمكننا ذلك من اختراع آلة تصوير مكتبية تستطيع نسخ أكثر من ورقة في وقت واحد، أو مساعدة علماء التاريخ والآثار على قراءة الكتب القديمة التي عادة ما تكون بحالة سيئة، تجعل مهمة فتحها دون إحداث ضرر لها مهمة صعبة للغاية. وكما هو حال معظم الاختراعات، فإن لهذا الاختراع جانباً آخر، إذ يتوقع العلماء أن تساعد هذه التقنية في عمليات التجسس وسرقة مضامين الرسائل دون الحاجة لفتح المغلف الخاص بها. كيفية العمل؟ أما عن الكيفية التي يتم بها عمل الجهاز في النموذج المقترح حالياً، فإنه يتم استعمال أشعات من فئة تيرا هيرتز، حيث إن تيرا هيرتز هي مجموعة الأشعة الكهرومغناطيسية بين أشعة مايكرو وبين الأشعة الحمراء. وقد وجدت الأبحاث السابقة أن أشعة تيرا هيرتز، أشعة تي، تتفوق على أشعة إكس، الموجات الفوق الصوتية ألتراساوند، وأنواع أخرى من الأشعة التي بإمكانها اختراق الأسطح. فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أن الأشعة تي بإمكانها التصوير من خلال أجسام أكثر عمقاً والحصول على صور بدقة أعلى من تلك التي تلتقطها الموجات فوق الصوتية ألتراساوند. كما يقول العلماء أن النظام الجديد الذي يعمل به الجهاز يعتمد على تباين كيفية امتصاص المواد الكيميائية المختلفة للأشعات تي بدرجات متفاوتة، فمن خلال ذلك يتمكن هذا النظام من التمييز بين الأوراق التي تحتوي حبراً من تلك التي لا تحتوي حبراً. ويتبين من خلال هذه التقنية أن أوراق الكتاب تحتجز بداخلها أكياساً من الهواء قد لا يتعدى عمقها 20 مايكرون، ما يعادل تقريباً 5 معدل عرض شعرة واحدة من جسم الإنسان. لكن هذا العمق يعد كافياً للجهاز ليميز الإشارات من صفحات مختلفة من الكتاب. استعمل الباحثون كاميرا تيرا هيرتز ليقوموا بتصوير طبقة من الأوراق بحجم بطاقة صغيرة، حيث يكون مجموع عمق الأوراق 300 مايكرون، وتحتوي كل طبقة على حرف واحد يبلغ عرضه 0.3 إنش 8 مليمترات، مكتوبة على جهة واحدة من الورقة باستعمال الحبر أو الرصاص. وقد طور الباحثون بعض الأدوات الرياضية لتحويل الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا إلى حروف منفصلة. وفي هذه التجربة قام الجهاز الحالي بقراءة 9 حروف بالترتيب التالي من أول الورقة حتى آخر ورقة T, H, Z, L, A, P, C, C, G. مجال واسع من الاستعمالات. قال أحد المشرفين على المشروع وهو المهندس الكهربائي بارمك هايشمنت: لم يكن الجهاز الذي استعملناه بالضرورة أفضل ما يمكن الوصول إليه. إذا قمنا بتطوير هذا النظام فإن ذلك سيمنحنا القراءة من ورقات أكثر عمقاً. وتعتبر قراءة المخطوطات والكتب القديمة أحد أهم استعمالات هذا الجهاز. وقال هايشمنت:
أن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك أبدأ اهتماماً كبيراً في هذا الجهاز، لأنهم يريدون أن ينظروا في بعض الكتب القديمة جداً والتي ليس بإمكانهم حتى لمسها. ومن أحد أكثر الاستعمالات المحتملة لهذا الجهاز في حياتنا اليومية هو طابعة بإمكانها تصوير عدد كبير من المستندات والأوراق دفعة واحدة، ودون الحاجة لوضع الأوراق واحدة تلو الأخرى يدوياً. ويفيد هذا الاستعمال المكتبات والبنوك ومؤسسات أخرى. ويضيف هشمت قائلاً: هذا النوع من الطابعات المستقبلية قد يستعمل الأشعة تحت الحمراء عوضاً عن أشعة هيرتز. وكما ذكرنا في بداية المقال، إن هذا الجهاز يمكن الجواسيس من استعمال هذه التقنية لمعرفة محتويات الظروف والمغلفات. ويعلق هشمت على هذا الأمر قائلاً: قد يكون من الممكن استعمال حبر غير مرئي، مما يمنع اللصوص من قراءة نص الأوراق. والجدير بالذكر هنا أن هناك تطبيقات صناعية أخرى لهذا الجهاز، قد تتمثل في التمييز بين المواد ضمن طبقات رفيعة منها، مثل طبقات من الدهان والأصباغ على أجزاء الآلات.